أشكال العلاقات اللي بتربطنا بالناس اللي منختارهم يكونوا بحياتنا وبيختارونا نشاركهم هيدي الحياة. تفاصيل كتيرة رح نشاركها عن أنواع هالعلاقات، علاقات ولكن. هيدا موضوع حلقتنا اليوم مع دكتور منال نابلسي، مدربة حياة وعلاقات. منال صباح الخير. صباح النور. شو أخبارك؟ حبيت علاقات ولكن. ولكن. في بعد هيك ثلاث نقط. ثلاث نقط. نحن بدنا نعبيهم. كيف بدنا نعرف عن هيدا الموضوع اليوم؟ هلا أهم شيء نعرف إنه أنا وقتها بدي أكون بعلاقة بدي أعرف أنا شو بدي من هيدا العلاقة، لأنه كتير أمرار منفوت بعلاقة مع شخص بكون أنا عندي احتياجات هو عنده احتياجات تانية، أما هو عنده تطلعات للعلاقة بطريقة تانية. سو عنا علاقات عابرة وعنا علاقات جدية وعنا تحت كل وحدة كذا نمط من العلاقة. سو هون لازم نعرف اكزاكتلي أنا شو بدي من هيدا الشخص، أنا كيف بدي تكون هيدي العلاقة، هل هي جدية يعني بدها توصل لزواج، ولا هل هي علاقة عابرة أنا عم بتعرف عليها على شخص ومش عارفة وين بده الله يوحطني بطريقة معينة، يعني كيف معقولة توصل، شو معقولة يصير. سو قدام هم انه نحدد نوع العلاقه يلي بدنا اياها مع شخص، يعني يكون في وضوح. خلينا انطلق من هيدي الكلمه الوضوح مع الشريك مع الشخص الاخر، لانه قد ايه صعب وقد ايه مؤذي وتوكسيك انه نكون عم نكتشف شو بدنا من العلاقه along the way ما نكون واضحين مع حالنا اول شيء ومع الشريك. 100% هيدا الوضوح يلي اول شيء بدي اعمله مع نفسي، أنا كيف بدي أكون بهيدي العلاقة ولا شو بدي من هيدي العلاقة. سو أنا وقت أكون واضحة مع حالي هون بدي يصير كمان أتعرف على شخص. هي أول ما نتعرف على شخص أول شيء بيجذبنا للشخص شو هو، يا بدي يكون الباشن والشغف يلي الجاذبية الخارجية، يا بدي يكون إنه في كونكشن كتير حلوة مع هيدا الشخص يلي بحس إنه أنا كتير مبسوطة معه، في نفس التفاعل الفكري، في نفس الأشياء المترابطة فكريا بطريقة معينة. سو هون أنا بصير بشوف حالي إنه أنا أوكي منعجبة بهيدا الشخص جسديا بس ما عندنا هذا الترابط، والشخص يمكن منعجب فيه كمان جسديا، هون بصير في اختلاف بنوعية الحب يلي أنا بدي إياها، شو بدي يصير. سو وقتها هون نحكي ونوضح اكزاكتلي وين نحن بدنا نوصل وكيف بدنا. يلي ما بخلينا نحن نفهم حالنا هي عدم وضوح هيدي العلاقة مثل ما قلت، وعدم إدراك اكزاكتلي وين معقولة توصل هيدي العلاقة. سو مكونات الحب هو معروفة من ثلاث مكونات، خلينا نحكي عنهم بطريقة نفهم اكزاكتلي أنا وين بدي أوصل. لكن هيدي طبخة الحب. شو المكونات طبعا؟ المكونات الثلاثة هن أول شيء الشغف الباشن والانتيميسي يلي هي الحميمية والكوميتمنت يلي هي الالتزام. أوكي؟ سو من هيدول الثلاثة بيخلق سبع أنواع من الحب. أوكي؟ يعني إذا أنا فتت على علاقة بس عندي الشغف، أوكي؟ فتت هيدا بيعجبني بالباشن بالمنظر بالشكل، يعني ناقص منه الكوميتمنت ومنه موجود فيه الحميمية. أوكي؟ الشغف هو أنا كتير في جاذبية وانجذاب لهيدا الشخص، وقت يكون في هيدا الكومبوننت ولا العنصر الوحيد بالعلاقة يعني هيدا العلاقة وين حتودي؟ حتودي لشخصين منعجبين لبعض إن physical way بالطريقة الجسدية بس منهم connected مع بعض وما في ترابط إنه هن معقول يكونوا مع بعض. سو بيبقوا بهيدا شيء كأنه هي مثل العلاقة يلي فيها بس الاتراكشن يلي هو الانجذاب، يعني friends with benefits خلينا مثلا اكزاكتلي هيك بيكون فينا نحطها اندر هيدي. اذا كانت بس انتيميسي يلي هي الحميمية، يلي هي الحميمية ما عم نحكي الحميمية الجنسية، عم نحكي الحميمية العاطفية. العاطفية طبعا يلي هي بتحس انك انت كونكتد، في ترابط، في كونكشن مع هيدا الشخص بس ما في physical attraction، ما في هيدا الشغف والباشن وما في الكوميتمنت. سو هيدي العلاقة وين بدها تودي؟ بدها تودي لعلاقة مثل كأنه friendship. اوكي؟ يعني ناقصها شيء، ناقصها الاتراكشن وناقصها الكوميتمنت. وفي علاقات بس فيها كوميتمنت، هيدي العلاقات يلي نحن بنشوفها بالتراديشن الالتزام يلي بالالتزام، يلي اثنين بيتعرفوا على بعض يمكن ثرو فاميلي، يمكن بطريقه معينه مثل ما كانوا بالزمانين بيتعرفوا انه هيدول بيقربوا بعض لازم يتجوزوا. سو هون ما في لا اتراكشن ولا باشن، وهي يمكن الأسوأ، وهي هون كمان لأنه ملتزمين خلص على أنه هن بدهم يتجوزوا لأنه في family structures وفي أمور معينة بالكالتشر حطتهم بهيدا الأمور وهن هون بيتزوجوا. يمكن مع الوقت بيتطور شوي الكونكشن مع بعض الانتيميسي اذا كانوا عن جد هن في عندهم نوع من الترابط مع بعض. هذا اللي بدي اسالك اياه، فتي على نقطه كثير مهمه. قد ايه وحده من هالنقاط الثلاثه يلي ذكرناهم اذا كانت يمكن ب برسنتج كثير واطي بالاول ممكن تتطور تنمى ممكن مع الشخص يلي بنتعود عليه
يعني مثل ما بقوله بنسمع بالكوبلز هلا يمكن تغيرت الايام وتغيرت الاحاديث باطار هذا الموضوع، يمكن من جيل اهلنا وقبل بيقول مثلا الحب بيتحول لاحترام والاحترام اليوم صارت الاشياء شوي مع السوشيال ميديا مع العلاقات يلي كمان ببعض الاحيان علاقات مفتوحه، يعني اثنين بيكونوا مع بعضهم ولكن كمان شوي قادرين يحطوا هيدي يعني السبايس يلي بعلاقاتهم لحتى يطوروا شوي بامورهم. اليوم قد ايه العلاقات بتشبه المجتمع، بتشبه السرعه، بتشبه التكنولوجيا اللي عم نعيشها؟ لانه نحن بدنا نشوف الاشياء اللي عم توصل للسوشيال ميديا بدي اشبهها، بدي يصير مثل هدول الكابلز، نحن بنشوف صوره معينه بس هي منا حقيقه معينه، بنصير نحن بنخلق ايماجينيشن انه معقوله انا اتعرف على هذا الشخص بيشبه هدول المكونات وانا بدي اعيشها بس بعيشها بالخيال، وبصير هون التصادم بالحقيقه. العلاقات هي بيز انه منا بيرفكت، ما في شيء بيرفكت، لانه وقت تكون بيرفكت بدك الثلاث مكونات مع بعض، بدك الباشن والانتيميسي والكوميتمنت يكونوا يلي هيدا اسمه الحب المتكامل بطريقه معينه يلي هو اتس كونسمت لاف. بس طول ما هو في سوشيال ميديا، طول ما هي فكرتنا حتكون كتير مثاليه، وهذا كتير صعب نحن نوصل للمثاليه بالعلاقات. سو هون بلش الطريقه كيف نحن بدنا نتفاهم مع الشريك تنقدر نوصل بالكوميونيكيشن وبالاحترام، لانه على القليل ناخذ شوي من هون وشوي من هون، وقتها يمكن ينقص الحب بدك شخص يكون عن جد واعي انف تيجي يشد هيدا البارتنر لجوا، ترجع يشده لجوا. كنت عم تحكي على شغله كثير مهمه، الاوبن ريليشن شيب، هذا نوع من العلاقه يلي هلا عم نشوفه هلا كثير، يلي هي العلاقات المنفتحه بطريقه معينه يلي بتصير من بعد ما اثنين يتجوزوا ويصير في روتين، اوكي؟ وهون بتصب المشاكل لانه في شيء ناقص بالمكونات تاعت الحب يلي صار في روتين كثير، سو صار الشخص عم يسمح لحاله انه هو يجرب مع غير اشخاص برا، وبيتفق مع الشريك انه نحن باوبن ريليشن شيب، نحن مش كوميتد لابد الابدين، وي ار ان اوبن ريليشن شيب، انا بدي اجرب وانت بدك تجربي، وهذا كثير بيخلق شك وبيخلق مشاكل عائليه ليتر اون، لانه عم نخلي انه التجارب تكون مفتوحه قدامنا، وعم نخلي شهواتنا وعلى والايماجينيشن تاعيتنا وتجاربنا انه هي تحطنا يمكن تانز نحن ما حنقدر نرجع نسكرهم بطريقه معينه. طبعا سو كثير مهم بوقتها نحن نحكي نشوف اكزاكتلي انه هيدا الشيء اللي عم نشوفه على الانترنت عم بخلينا انه نحن ندمر علاقاتنا مع نفسنا ومع الشريك. نعم، ما انا اليوم بس نحكي عن انواع العلاقات واحكي عن كلمه وحده اللي هي الخوف. اوقات الشريك بيكون عنده خوف من الاخر انه يحكي الاشياء مثل ما هي، لا بصير يفكر ويقول اذا حكيت الاشياء مثل ما هي يمكن نوصل لانهاء العلاقه، اذا كنا واضحين مع بعض بصير قد ايه اوقات الوضوح بغض النظر لو شو ما كان السبب ولو شو ما كان الموضوع اهم بكثير من الصمت عن الموضوع لانه بيكون عم بيدمر. وكيف الواحد بيتخطى هذا الخوف؟ شادي الكتمان والسكوت بخلينا انه نحن نراكم الامور وبخلي العلاقه تصير غير صحيه، وهون التشالنجز اوف ذس ريليشن شيب، قد ايه نحن لازم نعرف كيف نمشي التحديات. سو بارت من العلاقه هو انه نحن نعرف كيف تو موف اون وقت يكون في مشاكل، يعني مع المشاكل هي كرمال تنمى هيدي العلاقه مش كرمال نسكر هيدي العلاقه. سو الوضوح كثير مهم، في فرق بين الوضوح والوقاحة، اوكي؟ كون انا واضحة مع شريكي كتير مهم، بس كون انا وقحة معه كل الوقت بدي انتقده، كل الوقت بدي ارجيه المشاكل ولا الاغلاط يلي فيه، هيدي بطلت وضوح، هيدي صارت انتقاد دائم للشريك. سو الوضوح كتير مهم بس بالطريقة يلي فيها مثل نوع من الصراحة ومن الحكي، استعمل الكلمات الصح بهيدي العلاقة، لانه وقت انا بدي اكون واضحة بمشاعري ما فيني اقول لشريك انت كل مرة بتعمل هيك الامور ولا الحق عليك، يعني انا هون وقتها انا ازرك الشخص عم برمي اللوم عليه دائما اوتوماتيكلي، هو بده يقوم بده يدافع عن نفسه، بس وقتها انا اتبنى مشاعري واقول لشخص انه انا شو حاسه وكيف فينا نظبط هذا الامور، وافتح يمكن نوع من الكونفرسيشن يلي فيها اوبن كويشن يلي فيها انت اعطيني رايك، انت شو رايك، شو فينا نساوي، هون بنخلي هالكونكشن وهالترابط بيني وبين الشريك يكون فيه سيفتي، لانه انا شو بحاجه بهيدي العلاقه، حس حالي انه انا بسيف سكيور، وسوث يعني هو قادر
يحس فيي، قادر يشعر بمشاعري، مش انه انا والله مغطيه على مشاعري وكل الوقت عم لومه بهدول الامور. سو صراحه مهمه بس بالكلمات الصح وبالوقت الصح اللي انا فيني احكي فيهم مع الشريك. طبعا قد ايه اوقات بنفكر حالنا بنعرف الشخص الاخر، وهيدي كثير بيكتشفوها يمكن كمان منال الناس المزوجين، بتعتبر حالها بتعرف زوجها، بتكون يمكن ربيانه هي وياه وخطبوا بعمر صغير وتزوجوا، بعدين بتتفاجأ يعني بيكون مرق 20-30 سنة وهن بفرد بيت، تطلع هيك بتقول اف هالشخص مثل كأنه ما بعرفه أبدا. قدي الواحد وكيف بده يختبر لا يعرف حقيقة هيدا الشخص ويريحه لحتى يكون هالشخص هو ذاته هو نفسه قدامه، لأنه وقت في ناس بيكون عندها مثل أكتر من دبل لايف، يعني بيكون عندها حياة عائلية وحياة مع أهله بالبيت وحياة مع أصدقائه بالشغل وحياة مع أصدقائه يلي بيظهر هو إياهن خارج نطاق العمل والعائلة. أدي لازم يكون في توحد لشخصية الإنسان لحتى بعلاقته يكون ناجح ويكون هو ذاته مع كل العالم حواليه. هلأ هون في شغلتين خلينا نجي نفهم، إذا شخص كان مجوز وبعد فترة تغير واجت مرته شافت انه انت تغيرت، انت مش يلي تعرفت عليه ولا وما فيك تتغير، هون بيكون في كمان نوع من الريستريكشن، لانه الانسان بيتغير بطبعه بمبادئه بحياته بالمايند سيت تاعيته، كلنا بنتغير. سو هون بيصير في كثير عندي مشاكل من كلاينتس بيجوا لعندي انه منه هو يلي انا تجوزته من 20 سنه، طب ولا حتى انت كنت ولا بعدك الشخص يلي انت كنت بعد من 20 سنه، العالم بتتغير ومبادئنا بتتغير ومشاعرنا بتتغير مع الوقت، وانا وقت اختار شخص على 20 سنه هي حسب النيدز تاعولي وقت كانوا وقت كان عمري 20، بس على 40 اختلفوا النيدز واحتياجاتي، وهذا الشخص يمكن بطل عم بيعرف انا شو بدي، وانا ام اكسبكتنج، وهيدا التوقع هون بصير بتوقعه انه هو يفهمني مع التغيير يلي انا بدي اياه. بس كثير في مهم انه انا احكي، ما كل فتره نعمل مثل نوع من الري اسسمنت لهيدي العلاقه، العلاقه بحاجه لانه نحكي فيها ونقول انه انا تغيرت، مبادئ تغيروا، احتياجاتي العاطفية ولا الجنسية ولا الفكرية تغيروا مع الوقت. سو شخص ما فيني أنا أتوقعه أنه هو يقرأ أفكاري ويقرأ التغير، لازم يكون في وضوح بهذا الشيء. سو كتير مهم أنه نحن نعرف أنه الإنسان بيتغير، وبدأ أتقبل الشريك وقت يتغير بمبادئه بمشاعره بالأمور يلي صارت معه، وأكيد كل واحد عنده بيرسونا. سو ما في شخص يكون نفس الشخص بالعلاقة الزوجية ونفسه هو بالعلاقة بعلاقاته مع أصحابه ونفسه بيكون بالشغل، عنده شخصيات مختلفة بده to use it، أما يستعمل كل شخصية حسب وين هو الموقف يلي لقله. سو انا بدي اعرف انه هيدا الشريك اللي معي عنده شخصيات مختلفه، مش يعني عم بيمثل علي بس بالشغل هو يمكن بحاجه ليكون كنترولينج اكثر لانه هو عم بدير شركه، بالبيت هو يمكن بحاجه ليتدلع اكثر. كل بيرسونا اوفر هير هي ولا البيرسوناليتي تاعيته عم تعطيه مكونات يقدر يكون شخص يلي هو بقدر ياخذ النيدز يلي هو بحاجه لقله بهيدي العلاقه. منال ختاما نقطه كثير مهمه وهي نضوج بالعلاقه بالعلاقه مع الشريك. النضوج لحتى الواحد هو يكون عم يتطور بالحياة، كيف الواحد بيكتشف وبيتماشى مع هذا النضوج؟ لأنه خياراتنا بتتغير، مشاعرنا بتتغير، وتماشيا يعني مع هذا التغير يلي كنا عم نحكي عنه من شوي، أوقات بالعلاقة في شخص بينضج وشخص بيبقى علقان مطرح ما هو ما بيوصل لها level of maturity. صح، أكيد بتلاقي أشخاص صاروا هون والشخص يلي اخذوهم بعضهم هون، بعضهم بنفس المايند سيت، نفس العقليه يلي اتاخذوا لانه هن يمكن قاعدين بالكومفورت زون. سو في عندك بارتنر تطور، صار عنده شهادات اكثر، صار عنده تطلعات اكثر، تغيرت مبادئه، تغيرت ظروف حياته، عم بحس حاله انه حتى الاكتيفيتيز والحياه والاشياء اللي كان يحبها من قبل تغيرت، بس في عندك شريك بعده محله، هون بصير في كلاش كتير قوي، لأنه لا هون بده يرجع يتقبل الشخص اللي تغير ولا الشخص يلي ما بده يتغير بده يتقبل الشخص التاني. بس we need to compromise. Relationship is about أنه أنا لازم أعمل cooperation, compromise، لازم شوي نزل من هون شيل من هون حط من هون تقدر أوصل لمرحلة أنه أنا يمكن أعطي الشريك اللي هو بحاجة لإله، حتى لو كانت أنا شوي أطلع من الكومفورت زون تاعيتي، لأنه otherwise كل واحد حيكون هيك and then حتبلش الخيانة ولا الاوبن ريليشن شيب، حصير الشخص يلي صار بمحل تاني يتطلع ويصير عنده تطلعات تانية and that would break ولا حتخسر هيدي العلاقة الجاذبية تاعيتها والحب تاعها.
شكرا على كل التفاصيل يلي بتضويلنا عليهم بطريقة كتير مبسطة وجميلة. مدربة الحياة والعلاقات دكتور منال نابلسي، شكرا لك.